السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت. اليوم موضوع جديد، اليوم رح نحكي عن إضافة شيلي بي أم على مضخة الماء. إضافة شيلي بي أم على مضخة الماء رح تضيف لنا العديد من المزايا اللي إحنا بنعرفها عن شيلي، بس بالإضافة إلى ميزتين إضافيات. واحدة منهم إنها رح تعرف شيلي إذا الخزان في أعلى البناية كان فل، والميزة الثانية إنها شيلي راح تعرف إذا الخزان في أسفل البناية أو البير كان فارغ. خلينا نركبها ونجرب. خلينا نفترض إنه المضخة راكبة عنا على فيش كهرباء عادي زي الموجود أمامنا، وإنه اللون البني هو الخط الحامي واللون الأزرق هو الخط البارد. أنا جهزت شيلي طبعا بخط بارد راكب على الـ N زي ما إحنا شايفين، وخط حامي راكب على ال. طبعا ال 1 متصلين بالداخل مع بعض، فلو ركب الخط الحامي على ال 1 ولا على ال نفس الآلية راح تكون. طبعا اول خطوة راح نعملها راح ناخذ الخط البارد نربطه مباشرة مع الخط البارد الموجود عندنا على فيش الكهرباء. وبالنسبة للخط الحامي راح ناخذ الخط اللي رايح على المضخة راح نفصله، وراح نركب الخط الحامي اللي راكب على شيلي مباشرة مكانه، والخط اللي رايح على المضخة راح نحطه مباشرة على الاوت على شيلي. وهيك بتكون عنا آلية التركيب صارت جاهزة وبإمكاننا نشغل ونجرب. وإذا حبينا نضيف كمان كبسة إضافية للتحكم بإمكاننا نضيف بكل سهولة. هي عنا هون كبسة جاهزة بإمكاننا نضيفها مباشرة، بندخل خط على ال اللي موجود عنا وخط على السويتش، وهيك كمان بتكون عنا الكبسة صارت جاهزة للتشغيل. هاي هي آلية تركيب شيلي بي ام، شرحناها في السابق مع الموشن سنسور وراح يمر الرابط في أعلى الشاشة الآن. وهيك صارت آلية العمل جاهزة، خلينا نجرب عملي ونشوف. ربطنا المضخة على خزان صغير عليه عوامة، خلينا نشغل ورح نفهم آلية العمل خلال التشغيل. طبعا زي ما احنا ملاحظين العوام الآن في أدنى مستوى لإلها، والضغط عنا على المضخة زي ما هو ظاهر عنا على الشاشة قديش الاستهلاك، كم الاستهلاك على الجهاز. طبعا رح نتابع عند صعود العوامة للأعلى صعود استهلاك الطاقة على المضخة. هذا الحكي رح يفيدنا في آلية العمل اللي احنا حكينا عنها في بداية الفيديو، كيف راح نخلي المضخة تفصل بشكل اوتوماتيكي عند امتلاء الخزان. خلينا نتابع قيم الاستهلاك كيف عم ترتفع مع ارتفاع العوامة. زي ما احنا ملاحظين بمجرد ارتفاع العوامة لأعلى مستوى لإلها وقرب امتلاء الخزان الضغط عم بيرتفع عن 500 واط في الساعة. هذا الحكي رح نعتمد عليه في تحديد السينز اللي رح نخليها تفصل الخزان بشكل اوتوماتيكي او تفصل المضخة بشكل اوتوماتيكي. فأنا بالنسبة لي القيم فوق 500 واط تعتبر الخزان وصل مرحلة الفل. رح اعتمد عليها الآن ورح نعمل سينز عليها. طريقة إضافة السينز، رح ندخل من المنيو، رح نروح على آد سينز، رح نختار اسم للسينز، رح نحط على سبيل المثال تانك فول، راح نختار الغرفة اللي فيها الجهاز، وراح نختار غرفة التست، راح نختار صورة وراح نضغط نيكست. راح نختار انه السينز هاي راح تتنفذ عند وصول المضخة لما يوصل استهلاك المضخة اعلى من 520 بناء على التجربة اللي احنا عملناها، تقريبا كان 500 520. بختار طبعا بعمل اكثر من تجربة وبختار الرقم المناسب لإلي، وبختار انه one time وبحدد مدة. طبعا انا بتجربة راح اترك بدون اي مدة عشان تفصل مباشرة، انتم ممكن تحطوا نص دقيقة دقيقة حسب اللزوم. ونحط اد، بعدين شو بدنا يصير؟ بدنا يصير انه بدنا يوصلنا تنبيه مثلا على سبيل المثال على التليفون، وبدنا كمان المضخة تفصل، فراح نحط اد اكشن، راح نختار غرفة التست، راح نختار نفس المضخة وراح نحط انه change power state to off، وراح نعطيها add وراح نعمل save للسينز. هيك السين صارت جاهزة عنا، خلينا نجربها.
مباشرة عند وصول القيمة للقيمة اللي احنا حددناها على السينز راح تفصل المضخة. خلينا نجرب كمان مرة. مباشرة عند وصول القيمة للقيمة اللي احنا حددناها على السينز راح تفصل المضخة وراح يوصلنا تنبيه. خلينا نجرب الحالة الثانية الآن. في حال كان البير أو الخزان في أسفل البناية فارغ، كيف شيلي راح تفصل المضخة أوتوماتيك. لما يكون الخزان فارغ بقل الضغط داخل المضخة، وهذا الحكي بيعكس مباشرة على شيلي بأن الاستهلاك راح يقل، فراح نبني بناء عليها السينز اللي راح تفصل المضخة لما يكون الخزان فارغ. الآن راح نفصل المصدر اللي بغذي المضخة بالماء ونشوف كيف الاستهلاك راح ينزل داخل المضخة وراح يعكس داخل شيلي. بناء عليه راح نحدد أقل قيمة واللي هي بيّنت معانا 300 واط تقريبا، راح ناخدها كقيمة للسينز عشان نفصل المضخة بناء عليها. راح نحط القيمة بهاي الحالة لما تكون المضخة استهلاكها أقل من 300 one time، وراح نحدد المدة فوري بدون أي تأخير، وراح نحط إنه بده يوصلنا تنبيه على الهاتف، راح نحط إنه تانك إمتي، وراح نحط إنه إحنا بدنا نفصل المضخة بنفس الوقت، فراح نروح على تيست، راح نختار المضخة، وراح نحط تشينج باور ستيت to off وراح نحط add، وهيك بتكون السينز جاهزة. خلينا نجربها. مباشرة بس قطعنا المصدر اللي بيزود المضخة بالماء فصلت المضخة ووصلنا تنبيه الخزان فارغ. آخر إشي قبل ما ننهي الفيديو راح نحكي عن السكجول. إذا بنحب نضيف سكجول يشغل المضخة بشكل أوتوماتيكي، وإحنا عنا آلية الإطفاء أوتوماتيكية بناء على السينز اللي إحنا عملناها، فبإمكاننا نضيف سكجول يومي إنها تشتغل على الساعة 10 راح تشتغل المضخة. كان الخزان بحاجة إلى ما راح يتكمل تشغيلها لحد ما يوصل لمرحلة الفل. إذا كانت مش بحاجة راح يفصل مباشرة، فما راح يأثر علينا وجود سكجول يومي يشغل للمضخة. ونفس الوقت بإمكاننا نحط تايمر كمان إذا إحنا ما حبينا طريقة السينز وطريقة تشغيلها، ممكن نضيف تايمر. إذا أنا حافظ المدة اللي محتاجها المضخة للتشغيل وللإطفاء ممكن أضيف تايمر إنه أنا كل ما أشغل المضخة هي تطفي بعد عدد ساعات معينة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم.